شايف انه الدنيا في سموحه احسن حاجه ولا مش احسن حاجه السنه دي؟ هي الدنيا كويسه لحد دلوقتي. بعد كده الله اعلم يعني، لسه الدنيا مش مستقره لحد دلوقتي بعد انتخابات ورئيس نادي جديد ومحدش عارف نوع على ايه ولا الدنيا هتبقى فيها ايه. كان مهندس فرج عامر مهتم جدا بالكوره، مهتم جدا بالكوره. هل حصل اي نوع من انواع التغيير ولا لسه الامور زي ما هي؟ لسه الامور زي ما هي، لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده. بس واضح انه كده يعني في حاله قلق، انه البعض بيقول انه سموحه بدا يركز في الجانب الاجتماعي شويه على حساب الجانب الرياضي الكروي بالتحديد، وده شويه عامل قلق عندكم؟ هو سمعنا كلام زي كده بس لسه مش متاكدين. هو فعلا في كلام بيتقال كده وبيوصل للعيبه بس محدش لسه متاكد ولا عارف. بس رئيس النادي من وقت للتاني بيجي يقول لا ما فيش الكلام دوت وكل حاجه زي ما هي وما تخافوش وفلوسكم وكل حاجه تمام. كابتن وليد عرفات هو ماسك على فكره، كان ماسك النشاط الرياضي يعني بس بعيدا عن كره القدم يعني، كان صندوق مع ايام فرج عامر. كان لا كان نائب رئيس النادي. نائب رئيس النادي قبلها كان امين صندوق فتره. بس هو يعني راجل طول عمره في النادي. نتمنى انه يعني الامور تبقى واضحه من البدايه، لانه حتى الاعضاء انا عارف ان في عدد كبير من الاعضاء مش عايزين يبقى في نشاط كروي. دي حقيقه. وهم عايزين اولادهم يلعبوا في الناشئين. طب هيلعبوا دي غريبه الصراحه، ما يروحوا فريق اول هيروحوا فين يعني؟ ما عايزين الاعضاء، عايزين اولادهم يلعبوا وفي نفس الوقت ما يحبوش لعيبه الكوره في النادي. ليه مش عارف؟ مشكله يعني، معادله صعبه شويه. طب خلينا نتكلم على سموحه السنه دي والفرق بين سموحه الموسم الماضي وانتم مفنشين مركز رابع وسموحه السنه دي والبدايه اللي الى درجه كبيره يعني مش في نفس مستوى السنه اللي فاتت. طبعا عرق كانت فرق معانا، كان معانا مصطفى فتحي عامل موسم طبعاً استثنائي، واحمد عبد القادر، واحنا السنه دي الكابتن احمد سامي طبعا بيدي وحسام حسن كان معاكم الدور الاولاني. وحسام حسن طبعا. وكابتن احمد سامي من نوع المدربين اللي بيعرف يخلي الناس اللي قدام توصل لعجون كتير يعني. السنه اللي فاتت بعد الاهلي والزمالك تقريبا اكتر فرقه وصلت للعجون. فاحنا معانا دلوقتي ناس جديده قدام لسه برضو ما انسجموش. فغياب طبعا مصطفى وعبد القادر طبعا عاملين، كانوا عاملين تقل في الفرقه. ايوه بالتأكيد. فدلوقتي برضو لسه الدنيا مش ظابطه قدام شويه. ازاي الدنيا ممكن تظبط يعني مع فرقه سموحه الفتره اللي جايه؟ يعني شويه وقت بس وان شاء الله ربنا يكرمنا نبقى، وممكن يعني سامع ان في يناير ممكن نجيب لعيبه. سموحه دفع فيك مبلغ كبير زي ما انت قلت، بس الغريب ان انت طلعت اعاره بعد كده للمقصه. كانت ايه ظروف الاعاره وايه ظروف العوده من جديد؟ انا طلعت اعاره، جه كابتن حسام حسن مسك الفرقه. كانش انا هو على انسجام، ما كانش مقتنع بيا فانا قلت له يا كابتن حسام انا عايز اطلع اعاره وبتاع. رحب. كانش يوم انا لانه ما كانش في اقتناع ما كانش عنده قناعات يعني. نعم. فطلعت المقصه مع كابتن احمد حسام ميدو. قعدت اول اربع ماتشات، بعد كده لعبت معاه كل الماتشات لحد ما مع ميدو. مع ميدو الناس كلها بتقولوا بيقولوا انه ميدو مدرب عنده فكر ومدرب كويس وعنده بدلك، بس بيقولوا هو كان حظه غريب الصراحه. يبقى كويسين جدا وكان ساعتها لسه في فار. ضرب الجزاء اتحسب علينا ما فيهاش اي حاجه. جون اوف سايد. نجيب جون ويتلغي، كانت كده. ايوه. بس هو مدرب كويس جدا. رجعت ازاي سموحه؟ رجعت كان اعارتي خلاص خلصت. وكابتن احمد سامي بقى نزلت معاه اول تمرين. كان جاي لي عروض وانا كنت عايز يعني ما كنتش مرتاح ان انا اقعد في النادي الصراحه. يعني موضوع حسام حسن مشاكل حصلت فما كنتش عايز اقعد. فكابتن احمد سامي قعد معايا الصراحه وقال لي كده على الطلاق ما هتمشي. يعني كنت حابب امشي وبتاع، فالصراحه فرق معايا في حياتي طبعا. يعني 180 درجه. حسيت انه متمسك بيه جدا وده ادالك ثقه وخلاني العب بثقه، وفرق معايا الصراحه في مسيرتي الصراحه. يعني لسه ببدا مسيرتي اداني ثقه ان انا عايز اعمل حاجه ان شاء الله. لعب معظم الموسم اللي فات. لعب معاه معظم الموسم كله، ما عدتش ولا ماتش تقريبا. والسنه دي الدوري كله لعب. السنه دي لعب معايا. الحمد لله.